لكن لا الفلور تاج قدام عباد الله لو فيزو لو فيزو اش هاد لوي راه فين ما كانتش مشوها شي خنزه طيح على شي طيح على شي بهلول مطمطني مطمطك لان راسك ماشي راجل ونتحداك ماشي راجل لا عرفنا كلشي فابور نكافا فابور كلشي فابور كلشي لبس البيض ما عشناو شفنا حتى الهراسات باش يلبسوا كلشي البيض وهذا نقسم لكم بالله اي ما يطولوا في هذا الزواج وعقل الله واحد مركب لا بابا في امه وحده مسكينه شهبه حنكها طايح جاء الشلل النصفي واش راح تفلورتي مع وحده صاحبي انت راح عرس بيلي كيف فابور الله يخلف على التريتور الله يخلف على الكفا بوغ كولابوغاسيون الله يخلف على داكشي الله يسهل عليكم ولكن لا الفلورتاج قدام عباد الله لو فيزو لو فيزو الله يعطيكم الدل الله يعطيكم ان شاء الله يا ربي مولانا هاد الحوايج الجربه الله يعطيكم ان شاء الله الدكه تكوك يا ربي والشكا مشكوك يترك النعاج وحق الله العظيم دابا يبين لها عليك شفنا واحد احترافنا واحد فينا واحد التقدير تاع المراه المغربيه فينا واحد الاحترام ديال المراه المغربيه اش تعطيو الصوره للمراه المغربيه هذاك الزنديق هذاك الزنديق هذاك الزنديق واش تجوج الانسان كتفلورتي مع مرتك قدام عباد الله اش هاد لوي اش هاد لوي اش هاد لوي تاع الفلورتاج وصلنا ملي ولات تفلورتها وعباد الله صافي ما بقى ما تعجب ما بقى ما تعجب كله وتيشنقم كله وتي ما بقى ما تعجب والا كان الرجل هذاك والله ما راجل وتنبصم عليها وتنبصم عليها بالمليون الراجل اللي ماشي فيه نفسه على ولاد والله ما راجل عيب حنا في الاهراس المغربيه في التقاليد ديالنا المغربيه كاين احترام بوحدي كاين احترام اول حاجه تكون الجيران العرس يكون الجيران العائلات المسائل البوسه ما كتكونش حتى يديروا البوسه وكتبس في الجبهه قدام عباد الله لا زعما لا زعما في الفلورتاج ايوا صافي وحق الله اختي غزلان اش هاد الشيء غتعطي واحد الصوره للمراه المغربيه راه فين ما كانتش مشوها شي خنزه كضرب طاسه وكضرب قرطاسه وتديرهم 16 طيح على شي طيح على شي بهلول مطمطني مطمطك ما مطمطك اخويا طمطميت يلا وعقلوها عقلو في هذا اللايف واعطيه واحد شهر ونص بعد تلقى الزبر بعد تفرتك ما عجبنيش ما ارتحيتش معاه ما عجبنيش ما عجبتوش ما باسنيش بحال البوسه الاولى اللي باسني نهار العرس اشنو زعما كنت تشلق اشنو هو انك انت راجل كتشلق مرتك قدام عباد الله اشنو هي يعني زعما كي راه قلت القلايب كتبين لان راسك ماشي راجل ونتحداك ماشي راجل لان الراجل اللي كيفلورتي قدام مرتو الراجل اللي كيضرب مرتو تجاره ما راجلش ضربته من العين بيتو نضربهم بغلا وترجعهم مشاريان يعني. الله يعطيهم ان شاء الله الشده والفد اختي حنا شوف في لي ريزو سوسيو تبارك الله كانوا ناس قشله ما كانش هذا المسخ اللي كان دابا اللي ولات نشوف ما كانش هاد البروشات اللي فيهم فلفله السودانيه البنات وتيك توك ورزات و تاع مجمعش بيان سيغ فيكم فيكم لا شالوغ فيكم بحال المشاش بحال المشاش انتوما درتو العرس الله يسهل عليكم ما قال لكم حتى شي كلمه العيب الله يسخر اللي هرب للحلال هرب للطعام هذا ولكن الانسان اللي هرب للطعام والله يهزيكم اصاحبي اش تقزر اش الدياتا راه ديوتي راه الدياتا راه ديوتي اللي ما كيغرش على ولادو وما تيغرش على خواتاتو وما تيغرش على مرتو راه ديوتي هذا هو الديوت راه ديوت هو هذا ديوت هو اللي انه تيش تي بريزونتي مرتو للناس شوفوا لي مرتي زوينه في سلطه زوينه والله العظيم الا كيضرنا الحال اقسم بالله العظيم واخويا حنا من زمان حنا في لي ريزونسيو ما عمرنا شتنا شي حد كيولاو هاد الخنزات عندها سبع شهور نكافه درج الشرطات عندها بات نكافه بنتها جاتها لي غيغل نكافه بنتها جات الحكه نقافة بنت جاوها الشامبينيون نقاف وتاد نقافة الشيطان سير الله يعطيكم ان شاء الله ما عطى الغرب طيحتوا الدل الفلورتاج قدام عباد الله فين هاد الجمعيات الحقوقيين ومن تلقى بروش خانس فمو مسقيلة بابا فمو تيفلورت قال لك قال لك بارك لو بيزا ودوك ودوك مركبين الكركزة الفم لو بيزا لو بيزا اجتبى لكم الكلب وحق الله العظيم حشومة وحشومة اش اخويا دير عرس بينك وبين عائلتك دير مع امك دير مع باك مع عائلتها وتريكتها والخوالات والعمامات والحباب والجيران هذا هو العرس وماشي فابور اي عرضت عليا يوتيوبر زاد داك الشيء اليوتيوب الله يسخر الله يسخر قال لي قال لي عيني من فيه درت تخربق داك الشيء الاخر كاع تبارك الله سواسيه ولكن لا عرفنا كلشي فابور نكافا فابور كلشي فابور الله يسهل داك الشيء بلا ما تبقى تقدوا العباد الله باش انتم راكم لاباس عليكم مخير فيكم حازق ونتحداكم نتحداكم حازقين مقردين باقيين في جول الكرا تاتك حاجه احترامات الناس اللي كاريين اللي بالحلقه نهضر على هذا ساق الزو هذا ساق الزو اللي دابا ولا هنا في الانستغرام والتيك توك واه
كلشي يلبس الابيض ما عرفنا واش شفنا حتى العرسات باش يلبسوا كلشي الابيض. انا كنعرف العرس المغربي تكون في كل كلها وحده كتلبس كاينه كتلبس قفطان كاينه كتلبس قفطان جوهره كاينه كتلبس كشيطه كاينه كتلبس لك هيت شامير كاينه كتلبس لك سميتو المهم جليليبه داك الشيء كي وحق الله دوك صامد واحد ما بقيت فهمت اخويا حتى شي حاجه. ولاو كنشوفوا حنايا العراسات ديال التيك توك تتلقى اصحاب التيك توك هو تما كان شي تيكتوكرز تيكتوكرز هما اللي حاضرين العراسات. علاش نديروا البوز وتتفقوا على فكره باش نقول لكم وتنقسم لكم بالله اي ما يطولوا في هذا الزواج وعقل الهضره اللي قلتها لكم اقسم بالله ما يطول وبتسمعوها وتخاصم معاها. ها هو علاش ما باستوش مزيان ما باشاش مزيان كي النهار الاول ما مطبطهاش يا ربي يا العذاب ونقولها له اضرب معايا قمي الحياه تمو ديريكت هو ولا هي اي ديوتي انت وراجلك راجلك ديوتي انت ما انت سافله سافله انت قللت الترابي انت ما مربياش ودوك اللي ولدوك ما مربينش لانك كنت مربيه ما ديريش ما تفلرتيش مع راجلك قدام عباد الله وكاين ناس تتفرجوا بكم دي مينور كتفرجوا فيكم دي مينور كتفرجوا فيكم دي مينور راه خصكم تحترموا دوك الاطفال اللي كيتفرجوا فيكم كتعطي واحد الصوره الخايبه تيولي البنات تما تيتشبتوا بكم تيولي المراهقه حتى هما تيقلبوا على شي واحد يديروا مع داك الشيء. ودابا هي يقولوا لي خدمنا في العرسه تاع هنا عمرنا شفنا شي تفلور تاع مع شي وحده تيبوسوا في الراس من غير اللي هو ديال الكوار. انا قنانه عمركم شفتوا مرتي ولا ولادي ما بارطاجيش معاكم رغم كتسبوني وكتعايروني ما تخليو عمر ولادي شفتوهم. انا فين كتبان الطرجلات ماشي الطرجلات انك بالحيدك وزعما ومرتك قد تشوف مرتي هي لابسه دو بياس. الله يخليكم بالخرا الله يعطيكم ان شاء الله جدام الهردام بدكم ان شاء الله تكونوا غادي تطيحوا شي خطاره حق الله. راه تيحتوا بالقيمه ديال المراه المغربيه راه تيحتوا بالقيمه ديال المراه المغربيه راه تطيح باختك راه تطيح بامك راه تطيح بنتك. واش عباد الله من واحد تيفلرتي مع وحده اش بقى ما يتقال لوبيزا 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 لو يعطينا امك الجدام انت وياها في الشلاقم يا رب بيدك الجدام ديال الكرموس الهندي اللي ولا غالي 5 دراهم الحبه. ويقول لي واش هذا الشيء اخويا عشناه ما عشناش هذا الشيء راه ما عمرنا شفنا عرس مغربي فيه الفلورتاج ما عمرنا شفنا عرس مغربي فيه الفلورتاج. يلا وحده مركب لا بابا في فمه وحده مسكينه شهبه حنكها طايح جا الشلال النصفي ودار فيها سيلين ديون مالك اختي مالك اختي سيلين ديون شي بس ما كاين سيلين ديون ديال جوميا سيلين ديون اللي ما سيلين ديون وف صالت القوق الله يهديك الله يهديكم. تكيسوا عندنا رخص جمعيه حقوقيه ينوضوا على هذا الشيء ينوضوا يشوفوا هذا الشيء ولا الفلورتاج راه ايوا هذا سقي الزواد في صالت باباي تاعي كتهضر وليت والرجال ولي مجوشي تيك توكرز. انا قول لكم قدام عباد الله اي واحد مجوج بشي تيك توكرز ولا شي يوتيوبرز وخدام عليه تنقول لك والله ما راجل ولا كان عندك راجل ولا كنت راجل واجهني والله ما راجل. اللي المرأة تخدم عليك اللي المرأة تمشي دير الروتين اليومي تخدم عليك اللي المرأة تمشي تبيع صدرها وتبيع لحمها وتبيع راسها باش انت باش تصرف عليك والله ما راجل. شي اي وحده كانت تبان هي ومضرقه راجلها والله ما راجل يطلق احسن لك يطلق. شي راجل اللي ماشي يخدم على مرته وماشي يجرب تماره ما راجلش. انا راجل على الف واحد ونتحداك تنضرب تماره عمرني بينت لك ولادي عمرني بارطاجت معاك ولادي عمرني درت كونسيبت بولادي دايره انا مع راساتي بخير بيس كتسبوني كنتقبلها كتعايروني كنتقبلها ولكن ولادي كنضرب لهم تماره كنضرب تماره على ولادي طرقان على راساتي الحمد لله اللهم لك الحمد ديما خدام اللهم لك الحمد. هاني في كازا هاني في اسفي هاني في الصوره هاني في اكادير هاني في الرباط هاني في مكناس هاني في خارج المغرب بيس عمرني بينت لكم ولادي لان انا فين تبان الترجل الترجل ماشي هي بالهضره والكلام الكلام والحركات حيت الرجل ولا ماشي بالحركات الرجل اجي شنو حق الله العظيم الى عيب وعار عيب وعار. حنايا دابا في 2024 وتتلقى شاب قال لك مثقف فينا هاد الشباب المثقفين فينا ما تقول لي انايا فينا هاد الشباب المثقف فينا هي هاد الانسان اللي قاري زعما كاين حنا هاد لا جينيراسيون راه حنا اللي غنمثلوا بلادنا واحد التمثيل زوين حنا اللي غنعطيو واحد القدوه واحد نعطيو واحد الصوره للشباب حنا كيتانسبيراو منا الناس. مثلا عندك خدمه ايه علم دراري قري دراري فوالا عندك شي حاجه اخرى وقالت لك كيوت اش من كيوت ديال حياه تما الاولين اش تاع تفلرتي قدام يا بابا الله عز سير اختي ديري لو جو سير اختي ديري لو جو سيري سير اختي ديري لو جو وديك الساعه عيش كيف بغيتي. علاش بغيتي تفلرتي قدام عباد الله ولا باج الباج اللي بارطاجو داك الفلورتاج اشنا هي راه قلت القلايل قلت القلايل قلت القلايل اقسم بالله العظيم شي الراجل اللي يدير ديك الحركات قلت القلايل فلورتي داك دلا
اختي صحابهم مصير الله يعطيه ان شاء الله. قالت لك واحد حيت ما خدمت لهمش على در نخدم لهم الله يلعبوك ابوهم نخدم لهم. انا راه عندي عريصاتي خدامي باش انت ما تمشي تخدم لنا فابور. انا ما تنخدمش اليوتيوبر زاتو كلهم خنزات والتيك توكر زاد ما تنخدمش لهم كلهم خنزات. مازال قلت لكم فنانه نقول لك اه اليوتيوبر زاد اختي انا كنبغي ميمي كانت ميمي تنخدم هذا الشيء ديال اليوتيوبر تيك توكر غير بالصحه والراحه. دخلي انستغرام ستوري راه خدام به في عرسي وهاي عروسه فرحانه اسمع بزاف كيت كي اخي راك مشيت نخدم على الواحد هو خصو يتزوج به سير الله يلبوكم. ها ويلي السيد تجي لي شقلبه تلعب القف اش تقول لك ديك الرياضه القفز على لا كثر القفز على الحواجز في واحد الفيديو شفتو دابا كتي في لورتيو عباد الله قال لك كتي في لورتيو يلاه كيقول لها لوبيزو ودابا هي تقول لها الدعروق راه زعما راه حشومه راه حنا عندنا عرساتنا عندهم تقاليد راه عندنا تقاليد عرساتنا عندهم تقاليد عندنا الحرمه ديال العرسات راه فاش الراجل كيتزوج مرا راه كيكون عائله تكون عائله العريس وعائله العروسه تيكون احترام العروسه كتكون محترمه راسها لابسه زوين لابسه تقشيطه لابسه قفطان وتا لابسه لا غوب تا الاخر كدير لا غوب ماشي الناس لابسين لا غوب شي فلورتيو زعما اشناهو هذاك اشنو زعما كنتوما واعرين لا نيفو تقرايه لا نيفو لا دبلومات عندكم لا لغات عندكم عربيه مقاطعين هي عربيه واحترامات العربيه العربيه الرجال ديال الدكاله وعبده معايا نزام جوجه دكالي اختي هذوك عربيه اللي عمرها هذا زفت عليها بالعروسه سمعتيني مقجفين ما عندكم حتى شي نيفو ما عندكم حتى شي دبلوم حياتكم هي لي ريزو سوسيو ومني دابا نتوما كتفلورتيو مع عباد الله كتفلورتي مع مرتك هي قول لي اشنو خصتي بها انا والله بحق الله تمشي ندعي لكم الجمعيات والله تنجي لكم الجمعيات راه كاين قانون تحرض على الفساد كتحرضوا الشباب مراهقات على الفساد اويلي فلورتي مرتك اخويا مرتك بزعطه اه هي اللي مجوجه قول راجلك بزعطه لابسين الابيض لاش حين تبغي يموت هو ولا هي غدا علاش لابس لابسين الابيض يا تموت هي يا يموت هو سبقات لك في بعدا قالت لك هذه قالت لك وحده هذا الشيء كله حيت ما كبروا بك شعور ديك اختي العزيزه انا سي با مون نيفو داك الشيء وماشي ديالي انا شبع انا ما عنديش الوقت باش نتعرض عند الوسخ باش نعرف هذه القضيه انا عندي عراسات عندي عرايسات ديالي انا كندخل ميمي انا كنضرب تما راه خدام ادخلي السطور تلقى عندي عرايسات ادخلي اليوم عرايسات بعد غدا ناري بزاف يا ربي السلام وتقايلي غدا عندي عرايسات انا كنخدم تماره ما كنخدمش فابور وانا عندي محلي عيطوا عليا معالم عيطوا تبارك الله كون كاينين كان لطيف رأفات كاينين فنانين كبار ممكن لا انا ما قلت لك حتى شي حاجه سيدي الا لا ما قلت لك حتى شي حاجه ديري عرسك زوين الله يسهل عليك فهمتيني الله يسهل عليك ولكن العرس المغربي عنده تقاليده عنده خصوصيه ديالو عنده شي حوايج ديالو ما عندوش داك الفلورتاج شنو هي الفلورتاج ها زعما كنت راجل ها سير تكدل الله يعطيك الدل يا الشيط يا الهيطوكري يا وجه لافابو يا وجه الدنبيره يا اللي رجلي فركين ديالي هكا بحال شاد الريزو تاع القبله اليمين واليسار اويلي اويلي بطريق غادي ما كتوقف فيها هادي طرجلي هادي يا اللي حاكمه مرتو يا اللي مجوجه بيه عرفتي انا بقى فيا الحال على داك الفلورتاج علاش زعما كنبارطاجيو فلورتيو بعضياتكم ما شافكم شي حد علاش بارطاجيهم في ستوريات علاش بدو زعما شي حاجه خالفتو عرف حنا كنعرفو العرس المغربي تكشيطه تدخل الحنه تدخل العماريه العشاء عندها الدوره عندها لاغوب واكثر العرسات المغربيات ما كيديروش لاغوب تلبسو تكشيطه لاغوب الاقل اللي كيلبسو لاغوب ما كيلبسو ديال غوب اللي محترمين و ما تفلورتاو ما حتى حاجه كيقطعوا البياس مونتي كيخرجوا بحالاتهم مي الفلورتاج او الا جات وهذه موضه جديده ودابا حنا اي حاجه اي عرس ماشي خصنا نتسناو لاغوب حتى الاخر باش كاين فلورتاج اختي السم الا كان حافظ 60 حزب النيفو انا نيفو ديالي طالع عليه حيت ما عمرني بينت لك مرتي ولا ولادي ولا تجرت لك بمرتي ولا بولادي ولا 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 نيفويا باش نقول لك حياته يحترم الناس يحترم البنات ولا الدراري اللي تانسبيرو من هاد مؤثرات الخنزات اش من سم الفيلا راه عندنا الديور راه عندنا الفيرمات راه عندنا الطوموبيلات راه عندنا الصنط راه عندنا الحمد لله الله اش من سم اختي انا كمغربي ما عجبنيش داك التصرف كأنا كمؤثر جاوت قناة أنا بديت كان ألو ماما ما عجبنيش داك التصرف فلورتاج قلت الخلايل ماشي طرجليت ما راجلش ديوتي فوالا ولا جاتك النفس عليهم البيره يا المهتوكه يا المشروكه يا المصوفه يا الخنزه يا المقلقه يا المجدره ها سير الله ينعلبوك ابوهم انا تنقولها لك سمعتيني انا تنقولها لك حيت انا كمغربي ما عجبنيش الحال
مهجمنيش، لان كنعيشوا في واحد العصر الشباب تيتانسبيراو، بنات 15 16 سنه كيتانسبيراو، راه بزاف ديال البنات ديال 15 و16 و17 راه خسروا لهم الاخلاق ديالهم بهاد التيك توكرزات، بهاد الخنزات، بهادو اللي تيكتبوا لعباد الله، بهادو تيكتبوا لعباد الله. راه بزاف ديال البنات خرجوا ولاو تيكميو ولاو كيتعراو ولاو كيشيشوا ولاو كيسهروا في الكباريط اكوز هاد البنات. يعني ديك بنت 15 16 سنه 17 تتشوف لهاد، تتشوف هاد السيده حتى هي بغات تعيش داك النيفو واخا الناس ما عندهم حتى نيفو، راه ما عندهم حتى شي نيفو، راه ما عندهم حتى شي نيفو، راه النيفو قرايه ما كاينش، النيفو ديال اللغات ما كاينش، ما عندهم حتى شي نيفو. والو راه تيكذبوا عليكم، كيكذبوا عليكم، راه عايشين الفقر. انت طلب راه مخيف انت طلب عافاك شوف لي اشهار طن 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 قلت الاداب. انت في دوله عربيه مسلمه، في دوله مسلمه ودات فلورتي مع امراه، عيب راه خصنا نحترموه، خصنا نحترموه. اول حاجه حنا كمسلمين بغيتي فلورتي سير اخويا لاوروبا فلورتي مع راساتك، ديها يهوديه ولا ديها سترانيه وفلورتي. ما قالك حتى علاش قالوا لك الناس نقولوا بهضره مسكينه، راه لا اله الا الله، ولكن راه خسروا الاخلاق تاع الشباب، راه خسروا الاخلاق ديال المراهقين والمراهقات، مراهقات. راه بزاف البنات خصكم تشوفوا التيك توك البنات اللي صغار اشنو، والله اخويا نور زينين ما كاين لا ثقافه لا وعي لا حاجه، راه خصكم تشوفوا بنات 13 سنه و10 سنين اش يديروا في الفيديوهات في التيك توك. حسري الله ينعلبوك على الضيعه، والله ينعلبوك على بوه ويهزها ويحطها على بوك. يلاه او 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 حشومه سوا اخويا من بعد سوا تديروا شي حاجه اللي تانسبيرو منكم هاد الناس هاد الشباب، هو هذاك ماشي حوايج اللي مخله اللي مخله 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 بالدين ومخله بالمجتمع ديالنا. راه عيب راه عيب، راه شوف واحد الطلاق غادي برات، شوف راه 90% المغاربه راه كيضحكوا عليكم، راه ماشي ديروا شي حاجه واو، لان المغاربه راه بعقلهم ماشي بولاداء، راه يمسا كنت يكونوا قانتي تيبقى تفرجوا فيكم حمقه وحمق وحمقين وحمقات تيبقى تفرجوا فيهم. لا باش نقول لكم ما يتوصل بكم درجة انكم تفلورتيو قدام عباد الله، لا حشومه. الا انت عندك الوالدين راه ما ربوكش، ولا انت عندك الوالدين راه ما ربوكش، انا نقولها لك، انا نقول لك راه ما ربوكش، حين تلعب ديما طبعت الوالدين تلعب للابناء، لانك فعلا كانت والدك مغربيه ومغربي حر وهي والدها مغربي ومغربي مغربي حر، ما تفلورتيش مع عباد الله. قلت لك اشنو؟ هذا الشيء اللي بقى. ايوا حصل الله يعاونكم، خلينا نمشي عند عروس الصين ديسكم انا قهنا انا. الو ماما، مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.